اسلم، انا عمار يوسف. حبيت نحكيك لكم على الفورماسيون دي فورماتور اللي هي مترافير بوزيتيفي اللي تابع تمكين بلاتفورما. حبيت نقول ميرسي بوكو ايناس بصري اللي هي كانت فريمون فريمون معناها كوتش. ما حصلش ان كوتش فريمون حسيته مثلني، حسيته يقربني نتاعي بكلامي، بالحاجه اللي انا نفهمها، بالحاجه اللي انا نحب نوصل فيها. حسيت ايناس طلع في مخي من الاخر، ايناس هي نتاعي، ايناس هي الكيف، ايناس هي هكا الجاكون البوبيلار اللي نحبوه، اللي يحب يوصلنا بالكلمه الصحيحه، بالكلمه الطيبه، بالكلمه اللي يكون فيها نجدينا على القاع، بالكلمه اللي فيها الحاجات اللي تمسنا، فيها الحاجات اللي تحكي على مستقبلنا، الحاجات اللي تحكي على الكاريير نتاعنا. هذيك الفورماسيون اللي احنا من خلالها الحمد لله يا ربي اني اول مره نتلقى فورماسيون ما فيها الا تشوق، وحسيت انه الشور كل عملت في الناس. هذه هي الحكايه اللي انا حبيت نوصلها لكم، خاصه انه ايناس حسيتها بنت الكيف، كيف العالم، كيف اللي فيه الجبال، الكيف سيد الرجال. صحيح امكانياتنا مع مفقوده، عملنا نفقد برشا امكانيات في الجهه نتاعنا باش نوصلوا بها وباش نكون كتابة ونحقق العداله الجهويه والعداله بين الجهات الاخرى، لكن امكانياتنا نحن ذاتيه. ارادتنا باش نوصلوا، كي نلقوا عباد تعاوننا رانا نوصلوا. الكيف العالي، كيف شامخ، كيف عمل برشا ثراويات، كيف حكايه، كيف حكايه ديما تبدا من 14، تبدا من ثاني مدينه في افريقيا. لافريكا نوفا، سيكا فينيريا، مدينة الحب، مدينة الآلهة إذا كانت تحب تسموها، كيف تعاقب الحضارات، كيف اللي فيها برشا حاجات اللي تلمنا وتوحدنا أكثر من اللي تفرقنا، كيف الطبيعة، كيف الجبال، كيف التاريخ، كيف الشعور، كيف الغناء، كيف الفن، كيف المقاومة، ريزيستونس اللي العباد لهنا نهار اللي وجدت في الكيف في البيئة الطبيعية هذيا تملد بالشموخ، تملد بالحب للحياة. مثلا مش واحد كان قادر في التاريخ القديم يعيش في منطقة عالية في منطقة فيها كل هذا الطبيعة الوحشة هذه وينجم يأثث منها حضارة تمتد على مدى 3000 سنة تاريخ. هذا كان نجم نعتز الكافيين ونقدر نعتز بالميلاد كون في التمكين، والحمد لله يا ربي اون فا اون تامي.